السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الموضوع تاع اليوم هو من أين خرجت هذه الجماعات التكفيرية، جماعة التكفيرية كما علي بالحاج وجماعته، كما السيد قطب، كما حسن البنا، كما محمد سرور، كما البغدادي، كما المهم كلهم. نطرح السؤال هنا، من أين خرجت هذه الجماعة هذه اللي راني كاتب فيها قدامكم؟ خرجت لأن السيد قطب هو زعيمها الروحي، هو لا يصلي الجمعة. يحكي عليه العشماوي، قال علي عشماوي هو أحد قادة التنظيم الخاص للإخوان المسلمين، وهو يخاطب سيد قطب. وجاء وقت صلاة الجمعة وقلت له دعنا نقم ونصلي، يعني حتى ندناه، باسكو على بالك واحد يحب يصلي الجمعة لازم يبكر صلاة الجمعة. فقلت له دعنا نقوم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة. وش رأيكم في واحد ما يصليش الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي 3 جمعات وراء بعضهم ختم الله على قلبه. قال أنه لا يصلي الجمعة. قال السيد قطب صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، يعني صلاة الجمعة كي تسقط الخلافة الإسلامية تسقط، وما يصليش شوف الفكر الشيطاني نتاعو. إنكم ما تعرفوش من هو السيد قطب هذا، وإنه ويكمل وأنه لا جمعة إلا بخلافة. وكان هذا الرأي غريبا علي، لكني قبلته لأنه فيما أحسب أعلم مني، إنه حمار مبردع، دابة أغيول، فلا يتكلم لأنه يحسب أن سيكون أعلم منه. أيوة، المصدر التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 112. وسيسي بالحاج علي بالحاج، علي بالحاج أي اسمه قران، راه خرج من عند هذا سيد قطب. كل التفكير تاعو كامل من عند هذا سيد، ما يعترف لا بالشعب الجزائري ولا بالدولة الجزائرية لا بوالو، فهمت كيف؟ ولا بالديمقراطية هذه يعترف بها، لأنها المرة هذه تبدلت اللعبة، درك دار تحالفات جديدة مع الزواف. إن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحة فطوركم.